استعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. تم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إليا جريد، ويمتد نطاق الدراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد لمدة 9 أشهر، وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة في ضوء التوسعات الهائلة التي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية، كذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربائي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة.